نعم نعم، هو خلفي تماما. لا تزال الانفجارات تحدث إثر غارة إسرائيلية يعني ضربت منذ قليل المساكن في مدينة صور. لم نعرف بعد، لأننا كنا بهذا المباشر، ما إذا كانت ضربت نفس المبنى الذي تم استهدافه بالأمس. ولكن اللافت اليوم محمد، وهذا أنا يعني صراحة خلال هذين اليومين لم أشهده، وهو أن تتصاعد وتبقى أصوات الانفجارات تتردد بهذه المدة الطويلة بعد سقوط الغارة. يعني لا أدري إن كان هذا فعلا مستودع للأسلحة والأسلحة تنفجر. طيب، ولهذا تتكرر أصداء هذه. سلامتكم كصحفيين مهمة جدا فيما يتعلق بالتغطية، لك القرار في عملية الاستمرار في هذا المباشر أو التوقف عن ذلك، ولكن بودنا أن نأخذ صورة مقربة أكثر لموقع الانفجار في صور الآن. هو الانفجار بمحيط مدينة صور بحي المساكن، تم استهداف هذا الحي بالأمس. تتردد أصوات الانفجارات، لا نعرف بعد يعني طبيعتها، لماذا بعد الغارة طيب. طيب سأحاول الابتعاد والإبقاء على الكاميرا، ممكن فقط لأنه الإبقاء على هذه الصور المباشرة، وبإمكانكم التوجه إلى مناطق أكثر أمنا.